المعرض الرواية باش نحكيو عليها اليوم مترشحة للجائزة متاع كومار نحكيو على رواية زريعة إبليس النسرين المدبة المؤدبة هكية نسرين اللي اختارت العنوان اللي بليز صادم والكلمة هذية اللي نعرفوها في الموروث الاجتماعي متاعنا لكن الحقيقة رواية اجتماعية تحاكي واقع إنساني اجتماعي اجتماعي تحكي على رحله مليئه بالاوجاع والالام روايه تحكي على الاثم والخطيئه الصداقه والحب عالجت عديد القضايا المهمه كما الهجره كما الانتحار الحب في فترة من أصعب الفترات اللي تعديت بها البشرية الكل واللي هي الفترة متاع انتشار وباء الكورونا نسرين في الرواية متاحة تحكي على حورية التومي بنية تونسية أربعينية العمر هاجرت باريس وبعد مدة كان عندها فرصة متاع خدمة في شركة الأجهزة التبريد وين التقات صابر شاكر صابر شيك اللي هو رجل عراقي النشأه عالم تبريد وباحث في الموارد المائيه جمعت بناتهم علاقه الى حين تلقت حوريه اتصال هاتفي يخبرها بوفاه والدتها غرقا في سد بني مطير فاضطرت انها ترجع لقريتها وغاديكا تكتشف أن والدتها خلت لها حزمه من الاوراق فيها مخطوط روايه الحقيقه الحاجه اللي تميز نسرين من روايتها المراه ولا المراه الاسنه وكيف كيف زاد المجموعه القصصيه عاشروهن هي كتابتها السرديه السلسه البسيطه اللي كل واحد فيكم ينجم يطلع ويعيش التفاصيل نتاع الروايات والحكايات اللي تحكي عليهم دوك هي المقترح متاعنا لليوم دار النشر هي أركاديا للنشر والتوزيع زميلنا وليد أحمد الفرشيشي اللي كان عنده حوار مميز زيدا مع مريم بالقاضي البارح على موجات دي وانا فاهم والناس اللي طلعت أكيد عرفت الرحلة متاع أركاديا كيفاش كانت كيفاش بدات وكيفاش الأحلام اللي كما قلت لكم في بعض اللحظات هكا الناس تقول لنا مستحيلة وما نجموش نوصلولها لكن نشوفوها على أرض الواقع وهذه رحلة صديقنا الإعلامي والكاتب وليد أحمد الفرشيشي ننصحكم تطلعوا على الحوار أي نعم باش تراو الرحلة هذية وباش كل واحد فيكم إذا كان عنده حاجة هكا يحسها صعيبة باش إنه يحققها ينجم يسمع النجم نقول قصة نجاح أي نعم قصة نجاح شنو الناس اللي تفركس شنو نوع نوعية الروايات اللي تنجم ما تاخوها ينجم يتبعنا يوميا في صباح الخير تونس كل مرة ناخذ هكا حاجة اللي تنجموا تلقاوها في في المعرض ستة و37 دقيقه احنا نكملوا معاكم بالموسيقى بعد شويه اخونا سيف الدين الكوكي يلتحق بينا في الاستوديو باش نكملوا رحلتنا في رحاب القران ما تبعتوش صباح الخير تونس